بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. إن شاء الله غادي نقدم تصحيح منهجي لتمرين الظواهر الجيولوجية الخاصة بالامتحان الوطني الموحد لسنة 2015. هنا هذا التمرين فهو يخص المكون الثاني، الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني، والترقيم دياله فهو التمرين الثالث. بالنسبة لأي تمرين فهو يتضمن السياق، يعني المقدمة ديال التمرين، بالإضافة إلى الأسناد اللي هي الوثائق، ثم التعليمات اللي هي الأسئلة. نبدأ نقرأ. في إطار دراسة بعض الظواهر الجيولوجية المصاحبة لتشكل السلاسل الجبلية الحديثة، نقدم معطيات حول سلسلة جبال زاغروس. هذه السلسلة توجد في إيران. تمتد هذه السلسلة على طول 1500 كيلومتر، وتبلغ أعلى قمة فيها 4548 متر. تقدم الوثيقة الأولى، هذه وثيقة واحد، خريطة جيولوجية مبسطة لمنطقة من سلسلة جبال زاغروس، وتمثل الوثيقة جوج مقطعا جيولوجيا لجزء من هذه السلسلة، المقطع AB على الخريطة. ها هو المقطع AB على الخريطة، يعني نبينه، المقطع AB ها هو AB، وهنا ها AB. نبدأ في قراءة الأسئلة. بالنسبة للسؤال رقم واحد، باستغلالك للوثيقتين واحد وجوج، أول حاجة ألف، استخرج الخصائص البنيوية والصخرية المميزة لجبال زاغروس. شنو هي الخصائص البنيوية وشنو هي الخصائص الصخرية؟ منين غادي نستخرجهم؟ غنستخرجهم من الوثيقة واحد والوثيقة جوج. سؤال ب، أو السؤال رقم واحد ب، بين أن سلسلة جبال زاغروس ناتجة عن اصطدام، يعني خاصني نكون عارف خصائص ديال الاصطدام، نكون عارف الخصائص ديال التمر باش نعتمد عليهم من أجل تبيان أن جبال زاغروس فهي ناتجة عن اصطدام مسبوق بطن. تتميز المنطقة المدروسة بوجود صخور متحولة، أهمها الشيس الأخضر والشيس الأزرق. بالنسبة للشيس الأخضر والشيس الأزرق، فمعروف السلسلة أو عفوا المتسارية التحولية ديال مناطق التمر، فيها البازلت أو الجابرو يتحولان إلى الشيس الأخضر ثم الأزرق ثم الإكلوجيت، فهاد المتتالية التحولية تخص مناطق التمر. لتحديد الظروف الجيوفيزيائية المسؤولة عن تكون هاتين الصخرتين، اقترح استثمار المعطيات التالية. عندنا الوثيقة 3، وعندنا الوثيقة 4. بالنسبة للوثيقة 3 تقدم التركيب العيداني لصخرتي الشيس الأخضر والأزرق. شنو التركيب العيداني؟ هو المعادن المكونة أو الموجودة في كل صخرة على حدة. وتبرز الوثيقة 4 مجالات استقرار، يعني المجال A و B و C و D، هذه المجالات، فهي كل مجال يتضمن A مجموعة من المعادن المؤشرة، B نفس الشيء، C نفس الشيء، و D نفس الشيء. وهذا المجال فهو يتميز باش بواحد الضغط ودرجة حرارة معينين، وهذا الضغط ودرجة الحرارة فهما يتغيران حسب العمق. سؤال رقم جوج، باستعانتك بمعطيات الوثيقتين 3 و4، حدد المجال الذي تنتمي إليه صخرتي الشيس الأزرق والأخضر، ثم استخرج ظروف الضغط ودرجة الحرارة السائدين في كل مجال. إذا هذا السؤال فغادي نعرفه أو غادي نوضحه الطريقة ديال الإجابة عليه. بالنسبة للسؤال رقم 3، استنتج معللا جوابك نوع التحول. إذا أنا خصني استنتج معللا جوابك. هنا عندي الاستنتاج، خصني استنتج شنو هو نوع التحول انطلاقا من المعطيات السابقة، ثم غادي نعلل الجواب. ثم أخيرا رابعا، تبيان العلاقة أو توضيح العلاقة بين تشكل الصخور المتحولة ونشوء سلسلة جبال زاغروس. نبدأ بالسؤال رقم واحد. هنا السؤال الأول، ما هي الخصائص البنيوية والصخرية لسلسلة جبال زاغروس انطلاقا من وثيقتين واحد وجوج؟ أول حاجة خصني تكون عندي ملاحظة دقيقة للخريطة وللمقطع. ثانيا خاص تكون قراءة جيدة للمعطيات، يعني قراءة جيدة للمعطيات.
غادي نلاحظ اول شيء هو الخريطه. شوفوا الخريطه دن هنا، لاحظ ان هنا على مستوى الخريطه نجد تراكبات، ها تراكب في مكان، ثم نلاحظ تراكب على مستوى المقطع. شوف المقطع عندي تراكب، هذه التراكبات تظهر بشكل واضح على مستوى المقطع. غندوز ايضا في المقطع نجد فوالق، ها الفالق هاو شي فالق، عندي هنا التراكب الرئيسي وعندي هنا طي على مستوى المقطع، نجد طيات. اذا هنا المطلوب مني الخصائص البنيويه، غنتكلم على التشوهات التكتونيه اللي كاينه في هذه المنطقه، اللي هي عندي تراكبات في تشوهات معقده، فوالق بطبيعه الحال فوالق معكوسه، ثم عندي طيات كما يظهرها هذا المقطع. ثم ندوز للجانب الاخر اللي هي المميزات الصخريه. هنا عندي في الخريطه المبسطه عندي صخور بلوتونيه وعندي اوفيوليت متحول. كنتكلم على اوفيوليت متحول هو ان الشيس الاخضر الشيس الازرق ثم الايكولوجيت، هذو كتسمى اوفيوليت متحول. ولكن ملي كنشوف الاوفيوليت مكتوبه شحال له متحول، يعني انه لم يخضع لاي تغيرات. غنشوفوا الحاله الثانيه اللي هي فيها صخور في المقطع، كاين عندي صخور رسوبيه، صخور رسوبيه. ثم في الحاله اللي يعني في المكون الاخر ماذا نلاحظ؟ صخور بلوتونيه، هنا نتكلم على الجرانوديوريت واوفيوليت متحول ثم قاعده جرانيتي. هذه هي المميزات الصخريه. بالنسبه لكيفيه الاجابه، تصاغ الخصائص الصخريه والبنيويه، هنا نتكلم على البنيويه المقصود بها انواع التشوهات التكتونيه، على شكل عوارض، كل خاصيه على حده، يعني كل خاصية على حدة. هنا غادي نبداو بأول شيء هي الخصائص أو الخاصية البنيوية المميزة لسلسلة جبال زاكروس. يعني بهذه الطريقة خاصني نكتب، أول وجود تراكبات، ثانيا وجود فوارق معكوسة، ثالثا وجود طيات. إذا هذو هما الخصائص البنيوية. بالنسبة للخصائص الصخرية أو الخاصيات الصخرية لسلسلة جبال زاكروس انطلاقا من وثيقتي، وجود صخور بلوتونية، الجرانوديوريت وقاعدة جرانيتية، وجود الاوفيوليت طبيعة الحال كاين عندنا الاوفيوليت المتحول، عندي الاوفيوليت العادي، ثم وجود صخور متحوله. علاش كتبت صخور متحوله؟ حيتاش الاوفيوليت المتحول هو الشيس الاخضر والشيس الازرق كما هو مبين في الوثيقه، بالاضافه الى وجود صخور رسوبيه. شوفوا باء تبيان ان جبال زاغروس ناتج عن اصطدام مصبوغ بطول. هنا السؤال، ترتبط الإجابة عن هذا السؤال باستخراج المؤشرات الدالة على وجود اصطدام وطمر في المنطقة انطلاقا من الوثائق المقترحة. إذا انطلاقا من هذوك الوثائق خاصني نجبد أدلة على حدوث طمر. مثلا عندنا دليلي الطمر وجود شيست أخضر وشيست أزرق، يعني هنا نتكلم عن الأوفيوليت المتحول، فهذا دليل طمري. يدل هذا على اختفاء محيط، يعني هذا وجود هذه العناصر فكدلنا على اختفاء محيط. حنا بلا ما نكتبوا اختفاء محيط لا والو، لكن هذه الادله فهي تدل على ان هناك طمر. وجود بلوتونات من الجرانيو ديوريت، فهذا دليل على وجود صحاره انديزيتيه. بالنسبه للادله ديال الاصطدام، دليلي الاصطدام، يعني بغيتنا حنا الادله ديال الاصطدام، حنا يقبل دليلين من بين الأدلة التالية: وجود تشوهات تكتونية من النوع الانضغاطي، تراكبات إلى عقلت على سلاسل الصدام خصوصا سلاسل الهيمالايا، فتكلمنا على التراكبات، تكلمنا على الطيات، تكلمنا على الفوارق المعكوسة، ثم تواجد سلسلة جبال زاغروس في منطقة تجابه صفيحتين. أنا ما نتكلمش على صفيحتين قاريتين، بالنسبة للصفيحة العربية ماشي صفيحة قارية، بالنسبة للصفيحة الأوروسيوية ماشي صفيحة قارية، وإنما فيها جزء محيطي وجزء قاري. إذا هنايا سلسلة زاغروس بالنسبة للوثيقة واحد فهي توجد بين الصفيحة الأوروسيوية والصفيحة العربية، بالإضافة إلى وجود أوفيوليت بين مجالين. فعرفنا بأن مناطق الاصطدام
ففيها البوفيوليت. دونك هادو أدلة تثبت على أن سلسلة جبال زاغروس فهي ناتجة عن اصطدام مسبوق بالتمر. هنا غادي نمشيو للتتمة. تتميز المنطقة المدروسة بوجود صخور متحولة أهمها، يعني هنا نكملوا نشوفوا الإجابة أو كيفية استغلال الوثيقة 3 الوثيقة 4. تتميز المنطقة المدروسة بوجود صخور متحولة أهمها الشيست الأخضر والشيست الأزرق لتحديد الظروف الجيوفيزيائية المسؤولة عن تكون هاتين الصخرتين. نقترح استثمار المعطيات التالية. بالنسبة للوثيقة 3 فتقدم تركيب العيداني لصخرتي الشيس الأخضر والشيس الأزرق المتواجدتين في هذه المنطقة، بينما الوثيقة 4 فهي تبرز مبيان الوثيقة 4 مبيان مجالات استقرار المعادن المميزة للصخرة بالصخور المتحولة حسب ظروف الضغط ودرجة الحرارة تكلمت عليهم فيما سبق A و B و C و D، فهي مجالات فهي سحنات وكل سحنة فيها واحد مكونات معدنية معينة. غنجيو هنا السؤال الثاني، باستعانتك بمعطيات الوثيقتين 3 و 4 حدد المجال الذي تنتمي إليه كل صخرة، يعني الشيس الأخضر والشيس الأزرق، ثم استخرج ظروف الضغط ودرجة الحرارة السائدين في كل مجال. هنا أول حاجة تحديد المجال، يعني أش فهمنا من هذا السؤال؟ خاصني نحدد المجال الذي تنتمي إليه الصخرة كل صخرة على حدة، ثم استخرج ظروف الضغط ودرجة الحرارة السائدين في كل مجال. غنجي هنا وغادي نشوف كيفية استخراج، يعني أول حاجة نشوف الوثيقة 3. يجب أن أحدد تركيب العيداني في صخرة الشيس الأخضر والشيس الأزرق. بالنسبة للشيس الأخضر إلا لاحظتوا هنا عندي زائد زائد زائد، فهي تحتوي على البلاجيوبلازم بيروكسين وغلوكوفان. بالنسبة للصخر يعني وهذه المجموعة المعدنية إلا لاحظتوها هي هنايا، فهي تنتمي للمجال بي بي فيه غلوكوفان بلاجيوكلاز وبيروكسين. غنشوفو الشيس الأزرق فيه زائد زائد في الغلوكوفان وفي الجدايت، فهي تنتمي إلى المجال أي مجال مجال سي اللي فيه الغلوكوفان وفيه الجدايت. المرحلة الموالية يعني بعد معرفة الكلى أو التركيب العيداني غنشوف المجال وغادي نستخرج ظروف الضغط ودرجة الحرارة باعتماد مبدأ الإسقاط من أجل تحديد أقصى وأدنى قيمة لكل من الضغط ودرجة الحرارة. هنا يا الإسقاط كيتم بهذه الطريقة إذا لاحظتوا، من بعد غادي نفصلوا على الإسقاط تفصيل ديال الإسقاط عند الإجابة عن هذا السؤال. اولا تحديد التركيب العيداني لكل صخره، صخره الشيس الاخضر تتكون من الجلوكوفان والبلاجيوكلازو والبيروكسين، الثانيه الشيس الازرق تتكون من الجلوكوفان والجدايت، عن بعد نحددوا المجال اللي كتنتمي ليه كل صخره. اذا هنا مجال استقرار الشيس الاخضر، يعني كيفاش نجاوب، مجال استقرار الشيس الاخضر الذي يحتوي على الجلوكوفان والبلاجيوكلازو والبيروكسين فهو المجال بي. مجال استقرار الشيس الأخضر الأزرق الذي يحتوي على الجلوكوفان والجدايت والمجال سي. ثم بعد ذلك نستخرج ظروف الضغط ودرجة الحرارة السائدين في كل مجال. تتطلب الإجابة عن هذا السؤال اعتماد مبدأ الإسقاط، ومن طبيعة الحال تصاغ الإجابة على شكل جدول الإسقاط من طبيعة الحال على مستوى المجالين، مجال A المجال B والمجال C. هنا غادي نشوفوا كيفية الإسقاط بالنسبة للمجال B. لاحظ هنا ناخذ أقصى، يعني تحديد يعني المجال أقصى وأدنى قيمة. أقصى الأقصى ديال درجة الحرارة والأدنى، غنشوفوا الضغط الأدنى ثم الأقصى. نفس الشيء بالنسبة للمجال C، الأقصى قيمة ديال درجة الحرارة والأدنى قيمة ديال درجة الحرارة، ثم نفس الشيء
أدنى قيمة ديال الضغط ثم أقصى قيمة ديال الضغط. بالنسبة للإجابة، طريقة الإجابة تكون على جدول، يعني هذا الجدول يتضمن مدخلين، المجهر المدخل الأول، المدخل الثاني الظروف سواء ديال الضغط أو درجة الحرارة. بالنسبة للمجال بي، فالظروف ديال درجة الحرارة محصورة بين 70 و 470 درجة مئوية، بالنسبة للضغط بين 0.4 و1 جيجا باسكال. بالنسبة للمجال سي، درجة الحرارة فهي محصورة بين 100 و 390 درجة مئوية، وبالنسبة للضغط فهو محصور بين 0.6 و1.4 جيجا باسكال. هذه هي ظروف الضغط ودرجة الحرارة السائدين في كل مجال. طبعا الحال هذه القيم فهي تقريبية، تقبل كل قيمة بالنسبة لدرجة الحرارة عندي هامش الخطأ زائد وناقص 10، وبالنسبة للضغط عندي هامش الخطأ زائد وناقص 0.1. السؤال الثالث، استنتج معللا جوابك. نوع التحول الذي أدى إلى المرور من صخرتين، من الصخرة ديال الشيس الأخضر إلى صخرة الشيس الأزرق المدروستين. هنا الاستنتاج ديال نوع التحول فهو تحول دينامي، يعني واحد الخطأ مطبع هنا تماك، التحول دينامي. والتعليل، هناك ارتفاع ديال الضغط بينما درجة الحرارة منخفضة نسبيا. فيما يخص السؤال 4، بناء على ما سبق وضح العلاقة بين سلسلة الجبال بين نشوء سلسلة جبال زاغروس وتشكل الصخور المتحولة. إذن للإجابة عن هذا السؤال نوظف المعطيات التالية. ترتبط الإجابة عن هذا السؤال بتوظيف المعطيات السابقة، وذلك بالإشارة إلى لاش غادي نشير صفائح متدخلة في نشوءات السلسلة، نوع السلسلة الجبلية سلسلة اصطدام مسبوقة بطمر، ثم عندي نوع تحول وذلك بطبيعة الحال تحول دينامي والظروف المؤدية له. بالنسبة للإجابة على هذا، بالنسبة للسؤال، يعني الإجابة على السؤال الأخير، نتيجة وجود قوى انضغاطية ماذا حدث؟ حدث تقارب للصفيحتين الأوراسية والعربية، مما يعني الحدث الثاني انغراز الغلاف الصخري المحيطي للصفيحة العربية تحت الأوراسيوية، يعني انغراز الغلاف الصخري المحيطي للصفيحة العربية تحت الصفيحة الأوراسيوية. ثم صاحب هذا الانغراز ارتفاع مهم في الضغط دون تغير ملحوظ في درجة الحرارة، وبالتالي خضعت صخور الغلاف الصخري المحيطي إلى التحول الدينامي وتشكلت أو وتشكل صخور متحولة.